مجموعة من القرارات المهمة اللي خرج بيها كوب 28 دبي، مؤتمر المناخ، واللي كانت بمثابة استكمال للقرارات التاريخية كمان اللي خرج بيها كوب 27 اللي عقدت في مصر تحديدا في شرم الشيخ. القرار الأهم والأبرز في كوب 28 في دبي هو الحديث عن نهاية الاعتماد على الوقود الاحفوري. السيد سلطان الجابر رئيس المؤتمر قال انه ده قرار تاريخي لدبي، انه يتم الوصول الى اتفاق للاستغناء عن الوقود الاحفوري بحلول عام 2050، وانه يبقى في توجه عالمي للاستغناء عن هذا الوقود الاحفوري. ده منجز كبير جدا من منجزات كوب 28 كما ذكر رئيس المؤتمر السيد سلطان الجابر. مزيد من التفاصيل حول مخرجات وتوصيات كوب 28 ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. هل تتفق أنه ده يعني قرار تاريخي ومنجز كبير في كوب 28 هو الحديث أو الاتفاق عن بداية الاستغناء عن الوقود الإحفوري عالميا، والحديث أنه بحلول عام 2050 يتم الاستغناء عنه بشكل كامل؟ إلى أي مدى شايف أنه هذا القرار هو منجز كبير حققته كوب 28؟ طيب دعنا نتحدث في البداية على أنه هو قرار تاريخي، ليس فقط لأنه هو بيعمل يعني تعديل في مسار احتياجات الطاقة العالمية، ولكن أيضا لأن هذا القرار خرج من دولة الإمارات العربية، هو يعني أحد الدول المنتجة للبترول أو المنتجة للوقود الأحفوري. وبالتالي يعني خروج هذا القرار من هذا المؤتمر تحديدا هو يعتبر منجز تاريخي، لأنه لم يكن أحد يتوقع أن يصدر هذا القرار. ولكن الفكرة هنا أن هذا القرار حينما صدر يعني صدر في إطار بالفعل ما يحدث في المناخ العالمي الآن، إلى أن وصل إلى مرحلة ما يسمى بالفوضى المناخية. يعني نحن لم نعد هناك ما يسمى بالتغيرات المناخية، لكن تحول الأمر إلى الفوضى المناخية، الأمر الذي احتاج بالفعل إلى ضرورة وجود حلول واضحة وقوية لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات. طب دكتور هشام، سؤال مهم، يعني هذا القرار هل هو قابل للتطبيق واقعيا؟ لأنه العالم كله يعتمد على البترول والنفط والغاز، وبالرغم أنه في دول يعني مصدرة للنفط زي الإمارات طبعا والمملكة العربية السعودية رحبت بهذا القرار الخاص أو الاتفاق حول الاستغناء عن الوقود الأحفوري، هل عمليا العالم يمكن أن يستغني تماما عن البترول والنفط؟ يعني طبعا على الأقل خلال الفترة القادمة هو لا يمكن الاستغناء عن النفط. يعني دعنا نتحدث على أن معدل استهلاكات الطاقة العالمية في كافة المجالات لا يمكن أن تغطيها أي نوع من أنواع الطاقة الجديدة والمتجددة. صحيح. ولكن يمكن أن نتحدث فيما يمكن أن نطلق عليه مزيج الطاقة. يعني قد نخفض أو نقلل من استهلاكات الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة ونرفع من نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة. وطبعا هذا يعني أنه هيؤدي إلى ترشيد استهلاكات الطاقة بشكل أو بآخر. وبالتالي الحفاظ يعني تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والحفاظ على أهداف التنمية المستدامة اللي هي بتقول الحفاظ على الثروات لصالح الأجيال القادمة، والبترول أحد الثروات الرئيسية. صحيح. التي يجب أن نحافظ عليها. أما فكرة أن يتم الاستغلاء نهائيا يعني ما اعتقدش ان ده ممكن ان يحدث في القريب، في المستقبل القريب. يعني قضيه التمويل دكتور هشام قضيه دائما بتطرح في كل مؤتمر من مؤتمرات المناخ. كان في صندوق تقليل الاضرار والخسائر، والفكره خرجت من مؤتمر كوب 27 شرم الشيخ، وفي هذا العام ايضا في دبي من اليوم الاول تم الاتفاق على زياده التمويل، وبنتكلم على ارقام تصل الى 80 واكثر من 80 مليار دولار. إلى أي مدى هذا الصندوق يمكن بالفعل أن يساهم في التقليل من التغيرات المناخية؟ وإلى أي مدى الإمارات نجحت في تنشيط هذا البند الخاص بصندوق تقليل الخسائر والأضرار؟ طيب دعنا في البداية نتحدث على أن مبدأ الخسائر والأضرار في حد ذاته هو موجود في المادة الثامنة ضمن اتفاق باريس لتغير المناخ من 2015. صحيح. معنى ذلك أن هناك 8 سنوات كاملة لم يظهر الصندوق إلا في مؤتمر شرم الشيخ عام 2022. هناك 8 سنوات كاملة لم يتم الاتفاق على خروج الصندوق. ثم كان مؤتمر شرم الشيخ الذي أعلن عن موافقة الأعضاء عن خروج الصندوق
ثم كان مؤتمر الأخير في توفير التمويل اللازم للصندوق. معنى ذلك أن بالفعل خلال مؤتمري شرم الشيخ ودبي تم حل مشكلة صندوق الخسارة والضرر على الأقل من ناحية التنظيمية والقانونية، أن يتم تشكيل الصندوق ويتم توفير التمويل. ما زالت وحتى الآن تبقى آليات الصرف من الصندوق على الخسارة والأضرار بتعريف علمي ما هو الخسارة والأضرار، ما هي خسائر المناخ وهي الخسائر التي لا يعني لا تعتبر متعلقة بالتغيرات المناخية. هذا من ناحية. مشكلة التمويل بقى أصلاً مشكلة قديمة الأزل من 2009 من مؤتمر كوبنهاجن لما تم إقرار صندوق المناخ الأخضر ب100 مليار دولار سنويا. من 2009 حتى الآن لم يتم وضع هذه المبالغ ضمن صندوق المناخ الأخضر، وبالتالي مشكلة التمويل هي مشكلة وما زالت عقبة. هناك بالفعل وعود أو ما يمكن أن نطلق عليها تعهدات بالتمويل، ولكن لما يتم تنفيذ هذه التعهدات وتوضع بالفعل في الصندوق نستطيع أن نقول أن هناك تحرك في المياه الراكدة المتعلق بمسار التمويل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب.